ارفع اي وحش ارفع. تحبس لكم هذا. جلت خوي جلت خوي ما حد شاف. الامور طيبة الامور طيبة. اوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد. شكرا على دعمكم وكومنتاتكم. جايكم مستعجل انا في المقدمة كذا. اليوم عندي مود يا شباب يبكي، مود يعني من الاخر والله بدون مبالغة. لو تذكرون ايش كثر الضايق كنت لو جت المعارك بالغلط ودخلت معركة في الليل بالغلط، وصير اقص المعركة هذه كاملة بسبب ان تعرف المعركة في الليل. ولكن اذا كنت تحب المودات صدقني بعد هذه اللقطات راح تعشق شيء اسمه مودات، واذا ما كنت تحب المودات صدقني راح يتغير رايك. صدقني يعني صدقني في كل الحالات. نقول اتاكو بسم الله. طبعا هذا شوية فرافيش كذا بداية الحلقة، أرويكم واستعرض لكم المودات. مود الإعلام ما استعرضته بشكل كويس في الحلقة الماضية، وفيه مودين ضفتهم أنا كل الحلقة آخر حلقتين ثلاث كذا كل شوي أضيف لي مودين، بسبب أني ما ودي أضيف المودات كلها مرة واحدة وبعدين ما أعرف الخلل من وين. لكن الحمد لله أن للحين يعني كل شيء في السليم. أنا ما بسوي شيء، أنا بس شوف 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 يا عزيز المشاهد، وشب النار يا كليب شبه. اقسم بالله يا شباب يوم شفت هذا المود يا الهي. احنا بس بنوقف هنا يا شباب ونشوف المقبلين هذلاك. شوفوا استمتع شوفوا استمتع. اسمع الصوت اسمع. هذا اللي معاهم رماح. عينك على الإعلام عزيزي المشاهد، عينك على الإعلام. يا لطيف والله يا شباب انها قشعريرة. ان هذا المود اسعدني بشكل والله ما تتصورون، بدون اي مبالغة وبدون اي تذكرون سهم الانتصار، هذا سهم الانتصار المولع يا زين المعارك اللي بنشوفها في هذه الحلقة. لا وجاء في وقته، يعني آخر حلقتين أنا ضفت مود التقطيع وضفت مود وأنه لو كان في رينجر أشش يحتفل بالسهم، لو كان في رينجر ضربة نفسه كان فيه ثلاثة أو أربع أشخاص يموتون. وفوق هذا الأسهم الحين انضافت لها حلاوة بشكل، أنا أعتذر يا شباب إذا تشوفون هذه مبالغة، ولكن الله يسعد اللي سوى المود واللي سوى موقع المودات وكل من رشح لي مود. والله كل يوم أقول هذا المود أحلى وهذا المود زين اللعبة، لكن أنا هذا أشوفه الأفضل، والله هذا أشوفه الأفضل لأني أعشق الأسهم، ويوم جبت مود التقطيع قلت هذاك الأفضل. المهم مالكم بالطويلة، عندنا اليوم خلنا ناخذ بس الأسلحة الحداد. عندنا اليوم سلمكم الله للأسف، لأن الحين ما انحلت المشكلة هذه، ما أدري متى المطورين راح يحلون المشكلة اللي في المنطقة هذه شفتوها من هذه الحلقة الماضية. حلقة كلها هذه كعانيت، فلذلك لابد أنه يكون اتجاهنا مع الزرق أو ندخل حرب ضدهم. قبل هذا لابد أني أأسس قوافل، حاليا ما عندي إلا قافلة واحدة أخوي ماخذها اللي هو التجارية، وتشوفون الفلوس جالسة تنقص حاليا بالسالب، فلابد قبل أي حرب أن ندعم الوضع المادي والاقتصادي عندنا. غير كذا عندنا شوية نبلاء. فشكرا والله على نصايحكم، هي مش بس مجرد استعراض أنا حطها هنا، والله أنها تسعدني وتساعدتني كثير، خصوصا هذه السلسلة والله ما كنت أعرف شيء في اللعبة، فشكرا لكل من ساعدني في الديسكورد وفي كومنتات اليوتيوب. غير كذا نبهتوني بشغلة اللي هو العصابات اللي موجودين في المدن، يعني مثلا أنا شفت مدينتي هذه الرئيسية اللي مهتم فيها وحاط المحلات كلها فيها، فلابد أني أفضيها من العصابات اللي موجودة في هذه المدينة، وراح نبتدي فيهم بإذن الله. المهم هذا لآخر اثنين، جانج ليدر وجانج ليدر. إيش رأيكم نبتدي بأمول؟ نروح نسوي فيزيت الأمول. أمول أذكر جيتها أي يوم شريت منها المحل. Your Highness, I am at your service. يا أخي ليه زعلانة؟ لسه ما هجمت أنا. What is it? I must leave now. ما أقدر أسوي أي شيء. هلا بالسيف. اوه ذكرتوني والله ذكرتوني، ذكرتني السيف اني ازرفه من اروى. اروى قلتولي معاها لبس مدني وسيف قوي. جانج ليدر اجنا مستطربين يا جماعة هنا. مش معقولة يا اخي اللعبة، والله مش معقولة.
يعني انا يوم حاط لهم في المنج انهم يرقصون ويفلونها عشان يزيد اللواء عشان يزيد الولاء، تصير الرقصات من جد في المدينه لو نزلت ازورها. يا شباب يا بنت لها فكين انت يا زين المناطق الثلجيه. لا 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 لازم اطلع فوق عند ستورجية هذه واحتلهم هذا الحداد. على فكرة الحداد هذا هو اللي يجيب لنا الأسلحة يوم نسوي تريد ونشتري الأغراض من برا. وهذا الويفري، هذه كلها محلاتي ترى، حداد ويفري وعلق وصفق، علق وصفق. خلنا نختصر، ما ودي أطول أكثر. اللي بعده اللي بعده طبعا يا عزيز المشاهد ما تنساش القهوة. بسم الله. إيه السلاح هذا نسيت ما شيله. شوف جلالة الملك المتواضع يا ولد، خير سريع والله. وننطلق في هذه الثلوج. يا لب المنظر يا الربع. هذا اللي بيختصر. هذا اللي بيختصر. مشاهد زي هذه اعذروني ما اقدر اقاوم يعني. للاسف والله الخطة فشلت حق الجانج ليدر، ما ادري ايش السبب، يا ريت تكتبوا لي. ممكن محترمين نفسهم حاليا. ودوخ ودوخ ودوكا انا مسميها. صارت من حمر وشلون شلوها من العرب؟ هافا هاي العرب. لا يكونون شالوا السنالة بعد. خلنا نشوف من اللي ماسكها. ناتو يا اخي علاقتي مع 60 59 والله. خلنا نجرب نرسل له مرسول نشوف كم بيطلب. نجيبه كنبيل، واذا جاء بيجيب اودوكو معه. والحمران بعيدين منه ماخذين لا والله مسيطرين على الماب. كم قوتهم؟ 11500. هذه نظرة سريعة القوات حاليا. ماخ قاهريني هذا، لا قاهريني والله. يمكن بسبب اني اوه ممكن هذا مسكته وبعدين افرجت عنه، فهذه الفائده. Something I'd like to discuss. بس ليه ما اقدر اعرض عليه انه ينضم لي؟ ناتو حتى مش كاتب لي نوبل ولا لورد. شوف مثلا لو دخلت عند هذا رولر يعطيني، بس هذا ما في اي شيء عنده. هذا خوزيت وتجند من قبل هذا له. اوكي فهمنا السالفه. هنا يعطيك الوصف بعض الاحيان، فاميلي اوف خوزيت نفس الشيء. انضموا الكلانات هذه وسحبوا على الخوزيت وراحوا. طيب ليه ما عاد يمديني اكلمه؟ الولث شوف يقول لك اذا كان معاهم فلوس ولا لا، فحالتهم الماديه سيئه بور. قوتهم مكتوبه هنا 455. توني منتبه لهذه الشغلات. كلان تير 3 يا اروى معليش والله، بس قالوا لي الشباب معك سيف اقوى من السيف اللي زرفته. 88 86 كت، شكله جميل صراحه، شكله جميل. اقول امسك حاطيها نفسي هذا. خلها تمسك الفاسات مشي امورها. لا وعاد هذا احمر حلو، كل ما شفنا الحمار نتذكر الحب. اروى الزوجه الصالحه. والله ما عندي سيوف كويسه بس راح اشتري لها. اعطني اقوى شيء عندك. او فيه درع كم قوته؟ 46 اللي كان معي 21 يعني ضعفه. عجبني الهلمت هذا، فوق راسي ريشه. تعرف يوم يقول لك فوق راسه ريشه؟ هذا انا فوق راسي ريشه. هذا الجليف جاتني كومنتات كثير استخدمه وجربه. والله ما ودي العب بالفلوس بس بجربه. اللونج رغم انه عندي صراحه هذا، من باب المقارنه شوف الرهوف فيه هذا. اوه هذا 182 كت، وحتى الطول افضل منه. الله يشكركم الله يشكركم. خلاص ببيع هذا. كذا وضعي في السليم. تعال احنا ليش ملتزمين باللون العرب الاصفر؟ خلنا نتميز. نجرب الابيض. شوف الصقور الحين صارت اوضح، ما في اي شيء ابيض، ابيض واسود. اتوقع كويس اللون. ايش صار على محلاتنا؟ حلو والله. هذا 300 تنري يا سلام. هذا 3 محلات كلها في مدينه واحده. ارتيزا بعد ما اخذوها العرب صراحه الدخل وقف، ما ادري هل بسبب اني محاربهم وعلاقتي سيئه معاهم او ممكن في حداد ثاني جاي منافسني. خلنا بنغير، نحط مثلا بريوري. ما في بريوري هناك، وفي دخل جرين في ارتيزا. اما مدينتي الثانيه يا شباب اورتجاند، هذه فيها 3 محلات، بوتري وسيلفر وتنري. هذا الثلاثه راح اشتريهم. في 3 قرى تابعه لها، واحد تجيب هورس والثاني شيب احصنه وغنم وبقر اكرمكم الله. فالجلود بيمشي سوقه زي الفل. يمديني هنا اشوف برضه اسامي الاشخاص اللي ماسكين المحلات. دوغ فيس ماسك 2، يخرب بيتك يا دوغ فيس. وجه الكلب اسمه. وتشستين تشستين وين دوغ فيس؟
تعال يا وجه الكلب. والله اسمه كذا يا شباب. شوف عنده محلين، عطني التناري ب20,000 رخيص، والسيلفر سميث ما عندي فلوس ولا ايش؟ ماكسيمم اماونت، فما يمديني اشتري اكثر من 4 محلات. تدري ببيع هذاك اللي فورتيزا بفك نفسي، ندخل فيه حروب، بعدين ندخل فيه اشكاليات. هات 7,000، هات المحل، شكرا، السلام عليكم. في شيء مهم يا شباب ساحب عليه البوليتكس، صرفت فيه 50 انفلونس على كل واحد، لكن صراحة فيه يفرق شيء كبير جدا. يعني مثلا هذا يعطيني 1 لويالتي وزيادة السكاني 1 لكل يوم. فشو المانج كيف انه بيزيد لويالتي، بيزيد في كل المدن في المملكة كاملة. اما النبلاء بعدين اللي يعطيهم المدن راح ينقص عندهم الولاء، لكن انا حطيت القرار هذا لان اعرف ان كل المدن حاليا انا اللي احكمها، او العائلة الحاكمة، زوجتي واخواني وكذا. بعض الناس يتابعون ياخذونها كشروحات ويستفيدون باللعب، فلا بد ان يذكر هذه المعلومات على الخفيفة. وحال الان موعد الكرفانات with better troop، 15,000 سكيورتي اكثر، اروى، صار عندي سلمكم الله كرفانين او 3 عفوا، كلهم اخواني، نوجان وزينة، عفوا وزوجته اروى. نوجان من الحلقة الماضية، زينة واروى زايد 500 على طول، وتوهم بادين لسه ما مشيت الوقت. شفت توهم طالعين هذا كرفان اوف ازينا، بالتوفيق. حلو حلو، هنا نتحدث يا شباب، محلات وكرفانات 1400 بس، فلوس 342 وضعي في الحضيض. خلنا نروح نصنع لنا سلاحين كذا ونبيعهم. بسبوسة تسلم وات، هذا بسبوس، هذا طلع ذكر يا شباب، معليش والله معليش، اجل بيكون اسمه خالد. تغيير في الاسم، اول كومنت للتسمية جاني اسمه خالد، بلا ابو بسبوسة بلا هذا في الكومنت. خلنا نخصص له التريدنج لانه بخليه يتاجر بعدين. وش في جالس يناقز؟ انديورنس حطيت له جالس يناقز، لا سوشيال اللي هو فيها التريدنج، فيجور عضلاته. طيب خذ انديورنس لعله يتعلم في الرايدنج، ايه واضح انه بيتعلم في الرايدنج. وصل عمره الى 2، فتقريبا كل مرحلة، فكل مرحلة من حياته يجلس هذا. المهم مالكم طويلة يا شباب، جيت عند العرب، قلت الوضع المادي والله تعبان شوي. رجعنا الله يكرمكم، يعني انتاجر 1200 حمار، ببيعهم على طريقي وانا راجع عند ربعي. يا زين البياض هذا، زي النمل هناك. الملك رجع يتاجر بحمير. بني زلال نو لونجر سيرف ذا، دقيقة ايش رايكم نجيب بني زلال؟ اوه سيرف موست وانتد، هذا ما بيخدمني كنبيل. لو تذكرون بداياتنا ايش اسمه، مرتزق. يو نيد تو ديسكس ليدر، وين الليدر حقكم؟ منتوس اوف ذا بني زلال، ابشر نكلمه ليش لا. السلام عليكم، ايش رايك؟ وي ويل فايت فور يو اف يو كان افورد فلوس. كم الفلوس طيب؟ توقع يمدينا نطيرهم، انا وضعي المادي حاليا صراحة ما يسمح، لكن جوين تعالوا. كنت احاربهم لو تذكرون. There is something I'd like to discuss. End contract، على طول اقدر اسوي end. خلنا نشوف ايش بيسوي لنا وكم ياخذ. Recruitment expensive اتوقع 345، ولا شيء اذا بيساعدوني في الحروب. يا شباب كان لاعب مكرش ولا يتهيأ لي، والله ما ادري، مع انه ضعيفون يعني الرجال. اي شد شد شدي ولد. كرفان انبش، ودي اخدم صراحة القوم اللي هنا، بناخذ منهم نبلاء. اون كرفان وعندها مشكلة، اللي عاجبني انه باورفول يعني لها نفوذ طيب. وش البياض اللي فقع العين؟ يعطيني 4,000، انا ادور جلد. 52 رجال، لا 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 انا بخلص الموضوع. اوكي تباني الحق كرفان مزيف كذا كطعم للباندت اللي كانوا يهاجمونهم، فبيتم الهجوم عليه على الطريق وانت رايح فيكتوريا، فاتبع الكرفان بس خل مسافة ها بينك وبينهم عشان ما يشكون الباندت اللي يهاجمون. مضايقين هالحلوين، هذا الكرفان هم بماشي. خل نساعدكم يا رجال على النهاية بس عشان العلاقات. يا ويلكم ليكوس ذا هاند، خلنا نرسلها رسالة، زادت علاقتي معه وبتوصلها رسالة بعد شوي. حركة ماسونية. طيب خلنا نشوف صاحبنا وين راح، لسه ما حد هاجمه. وصلت رسالة، اوه وانتد، يكلمني على الباندت اللي ساعدته فيهم قبل شوي. اوه سيرف موست وانتد از شو اسمه ليدر، كلم ليدر حقنا، ريليشن شيب زايد معه، هو تابع الاستراتيجية هذه، بسوي له فيفرت، فاذا فادوني بني زلال بجي عند هذا باخذ لي مرتزق ثاني، لان اللي متأكد منه ان النبلاء اقدر استدعيهم في الحروب على طول، طق واسوي له استدعاء. لكن بني زلال وينهم؟ بني زلال نفس الكلام، حلو اذا كذا حلو، لا بنكلمه الشيخ هازبين
إيه مسجون، خلنا نرجع له بعدين. إي والله إنها الفيك، ما هو بفيك. خله ينجلد شوية كرفان، خفف كذا كذا. إحنا بننجز المشن خلاص، باقي اثنين هلب خبائثه. الحين ما راح تجي النيران بسبب إنه ما هو بليل. لا والله النيران شابة، الله العلام الله العلام اللي ترفرف. وحتى هم شوية باندت يا رجال. ارموا ارموا الاسهم ارموا. شوف كيف كل عشرة تقريبا ياخذون علم. يا سلام، خبرتنا سافانا ان الهلب راح يجينا في الطريق، وما خاب ظني فيك، وراح اخبر الكل بما فعلته يا سيدي. الرجاء منك اخذ هذا الاكل وشوية غريضات، يعني كذا كذا ما راح نبيعها. الله يعطيك العافية شكرا. والاربعة الاف خلص اخذناها. حصلتي فرصة ثانية يا شباب، احلى استدعاء للجيش قبل لا يجون هذا الزرق. خلني بعلن الحرب ضد هذا المكب ريبلز. عاد هذا كيف تعلن الحرب ضدهم؟ كلام فيله ثلاث اشخاص، ريليشنشيب 55 معهم كلهم. طيب I offer you a chance to surrender or die. I'm not your enemy، لان علاقتي معه كويسة. surrender or die يا حبيبي. declare war. يا السلام عليك. 500 ضد 41 سنتروب. ما تو ثلاثة بس مش من البارتي حقي. تعال يا قلبي شرف، كان ودي اضمك بس ما اعطيتني مجال. والحين احلى حصار. كم من ديفندرز؟ 600. هذا الاوتكاست واخوياي داخل، وش يسوون داخل؟ يستهبلون؟ هذا مسجونين شكلهم ولا ايش؟ شرفنا ما كيب. 300 ف بنشارك. حلو التمرد انهم خلاص طيروا الزرق، فهذه فرصة لي اني احارب المتمردين اللي هم سكان هذه المدينة واخذها منهم غصب، بعكس اني لو حاربت الزرق وادخل في متاهة حاليا. فبنجلس ناكل في الخريطة حبة حبة. ويا هلابي، كاني سويت سند قبل لا يخلص أكلهم. يلا ما عليه. يا إلهي والله ما حطينا لا درج ولا حطينا شيء. أوكي جايبين درج معاهم، حلو. كنت بكسرهم الباب والله. وخروا وخروا، القائد يطرح. واقفين بالترتيب. يا سلام على العلم، شوف الراية ما حد شلها. ايه اشردوا اشردوا، نحاشوا نحاشوا نحاشوا. اوف، من هذا اللي يضرب؟ لا يا شباب فوق. الحين نجرب السلاح فيهم. اضرب من يمين يرحم والديك. من طول السلاح. اوه يا وسخ. جرب المنجنيق. حليله، عسى ما حد من جنودي بس باقي هناك. ولا واحد من البارتي حقي مات، الله اكبر. ايوه شوف هذا المود الحين اخيرا اشتغل. الظاهر هذا قتل كثير، 8 كيلز، وهذا 6 كيلز. خزيت، انا اريد الخزيت، خلنا نرقيه. يقولك هذا الجنود صنعوا لهم أسامي في هذه المعركة، أو صنعوا أساميهم في هذه المعركة. تقدر ماكسيمم تختار اثنين وتخليهم كومبانيون. السيراي ما ريد كومبانيون، ما عندي مدن عربية، فباخذ هذا على طول. جويند يور بارتي. الحين تقدر تختار راوند 1 سكيل، ودي الانجينيرينج. حلو، 37 انجينيرينج بيكون. اكسبت. راوند 2 والله ما أعرف، أتوقع ليدر شيب يفيد بالقيادة. أعطاه 18 سكيل بوينت، ف شيء جميل والله. هذا الستون تجلس ترميه على ابواب. اوف، ولا الجنود هم مقبلين. واذا خلصت عليك الاسهم تيجي تاخذ الاسهم من انا. ثانك فور يور هيلب. ما شفت احد. اوكي شو ميرسي مدينتي يعني صارت. ايش اللحسه هذه يا شباب؟ ايش دخلها هذيك ثانك يو فور يور هيلب؟ اي اكسبت اكيد، عشان ما تروح للتصويت اكون انا قائد. يا سلام سلم. ويلكم يا ماكب. عندهم فيش وايرون اور وسولت، فيها ثلاث محلات بنشتري الحداد. بس اتوقع كلاني حاليا ما يسمح. سيلفر سميث مش ماشي وضعه هناك، فراح نبيعه. عطنا الحداد يا وحش بعشرين الف. جايينكم يا ستورجيا جايينكم. 5000 هما، كل ما يزيدون وحنا نزيد. ايش باقي مدن هنا؟ بس قلاع لهم. هنا المنطقة ما اقدر ادخل. اوه حلو، سحبنا منهم هذا فرجعناهم مكانهم. اوه عليهم قصف يحاربون من حبيبي. ساوث امباير جالدين فيهم، فالنديان جالدين فيهم. هذه فرصة عظيمة لإعلان الحرب.
توكلنا على الله. أول شيء بسحب القلاع هذه وهذه ثلاثة. بس قبل أروح خلنا نسوي منج للتاون هذا. وين اللي قبل شوي أعطاني إياه اللي حولته من جندي؟ هذا سميث جبته يا شباب كومبانيون، اللي هو الوحيد ذا سميث في الماب، يساعدني في الحدادة أني أطور نفسي وأطوره معي ونبيع السيوف أسرع. خلنا نطور اللي بيتطور، شيل تطوير الكل، كمل مسيرة يا وحش. عيني على تيال. أوه تيال تحت القصف. أي والله ساوث 2000 جايينهم ب2500 القوة. ديفندرز هنا 100 بياخذونها، بياخذونها الساوث. الله يخرب بيت الساوث. طيب الساوث ما حد يحاربهم، بس مع ستورجير متفضيل لهم. دام كذا يا حبيبي خلنا نرجع على القلاع اللي عندنا، الجزيرة هذه كلها، وهكون كاسل هذا ناشب لي. بس يلا. نانا جريشن باكت بتوين موست وانتد اند فالنديان هاز اكسبايرد. اي السلام عليكم يا شباب، حمران العيون يقولون لي خلص العقد بيننا، فالعدوان يعني مقبل. يا وانتد استعد. بني زلال موست وانتد هاف اندد. ايش اللي اندد يا بني زلال؟ لا خدمتوني ولا شيء، ما غير خذوا فلوس. ايوه ياسين ياسين ياسين، والله ياسين وتبارك يا زين. 2500 حلوين. الحين منتظر بس البارتيات تتجمع كلها عندي وناخذ اول قلعه، بعدها بنكلم الوحش بعد ما نعلن الحرب. فالشباب قالوا لي ايش؟ قالوا لي اول شيء اعلن الحرب، بعدين كلم النبلاء تبع المملكه هذه. فهذا اللي بسويه. وش خلنا نتاكد ان ما عنده ميشن. هلا بالله يا الغانمه، ما عندك اي ميشن ولا شيء؟ اي كانت بوذريو، مع انه في ميشن يريد تروبز في دينار كاسل. شو يخبرني؟ بس هذا ما يخبرني. طيب وش رايك في رقم فارد هذا؟ اي مهبي وريليشن شيب سيئه معك، رغم انها ما قال لي، لكن هل بيزيد علاقتي معه؟ اوكي هذه دينار كسل. طيب خلنا نتبرع. انتر ذا دنجن ما يمديني اسوي، عشان كذا ما اعطاني المشن. مفروض يقول لي دونيت تو ذا كيب. بس هم على فكره في تهريب سجناء، ما ادري ما هربت احد، لكن جاتني علوم والله انها يمديني اهرب. شوف كيف السجن يختلف في كل قلعه، وهنا الحارس وهنا التعذيب وهنا السجون، اختلاف جميل صراحة. لا يحبسونا بس خلنا ننحاش. اوكي نانا جريشن باكت برضو خلص مع ستورجيا. ستورجيا دكلير وور اون موست وانتد. ليه يا شباب الله يهديكم؟ كان خليته 150 انا بدفعها، اللي هي حق شو اسمه دكلير وور. لماذا؟ كم قوتكم؟ 5500 وانا 3000. ما عليه. خلنا نعطيه ديفنس. والله توني جاي، يعني توني جاي والله باخذ القلعة، يعني استعجلت والله يهديكم. جالسين يحرقون مدينة لي او قرية صغيرة. الدرج جاهز، والله القائد يجهز لكم اياه تبشرون. ما يمديني اخذه؟ المفروض يمدي. ابلع. ارفع يا وحش، ارفع ارفع انت وياه، ارفع انا اغطيكم، ارفع ارفع انا اغطيكم، ارفع 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 والقائد يغطيكم. ارفع يا وحش ارفع. تحبس لكم هذا. جلت خوي، جلت خوي، ما حد شاف. الامور طيبة، الامور طيبة. اوف سمعت الصوت يا شباب، وش ذا؟ صخرة ولا منجنيق؟ منجنيق منجنيق، خرب بيته. مصاب مصاب، القائد وانتد مصاب، ما زالت عيونه مفتوحة، يجلدون عينهم يا رجل. ربي منجنيق على راسي. 44 ماتوا من انا، يلا ما عليه. والله دمي وان اتش بي. اللي بعده يا وحش، احنا بس 500 قوتنا. اوكي القوة هذا الالف ما هو بالعدد، على حسب تير ممكن وكذا. احلى شيء ان القلعة هذه تابعت لهم مدينتين، واحدة منها هاردوود والثاني فلاكس. تعال خلنا نكلمهم الحين. احنا قلنا نبغى اوليك نرسله رسالة. الحلو في الموضوع انك يوم تحاربهم ما تنقص علاقتك مع النبلاء. ارسلت رسائل للسطر كامل هذا تقريبا. سوي ديسباند ارمي عشان اجيب راسه. مسج وصل. حلو هم فرقين، تمسكهم واحد واحد تجلد عينهم. ام هابي ريليشن شيب سيء معاه. طيب في شيء اقدر اخدمك؟ لا. ثاني داخل ارمي وعلاقتي معه سيئه الحين. هلا بولك، علاقتي 8 معاك. ام هابي العلاقه ما هي بكافيه. طيب فافن، فافن الظاهر نبنجيب. يا سلام
يا سلام، هذا خيار جديد. أنا بكتب بسم الله. يا سلام سلم. والله يا شباب المحاولة الثالثة تقريبا، تكفى لا تقول لي واجد. 124 تستاهل، قوتها 400 وشي وعندها قلعتين. طبعا دينار واحد ينقص ما راح يرضى، ممكن أعطيه شيء من هذا، شيء بسيط جدا اللي ينقص من الفلوس، يعني تقريبا نقص لي سعر البلت هذا. خذها الدرع ألبسه، بتحتاجه كثير. 124 ألف على طول. قلبه بيض، ريليشن شيب قلبه 50، والكلان حقه فيه الحلوين هذا، وعندها قلعتين مفروض انهم تحولوا. هذا مش كلان، هذا يشبه الكلان حقه، جالسين حاشرين هنا. وين القلعتين حقك يا حبيبي؟ اوه مكانه حلو والله، مكانه ممتاز جدا. سيف لا مع هذا لا. يا سلام سلم، خلاص المنطقة هذه كاملة مأمنينها، المنطقة هذه كاملة تأمنت مع هذا. الحين يبيلنا نشوف من ماسك هذا. وتراك كلمته ما فاد. أقديل، أقديل بارتي، دقيقة. إيه والله تابع له هو نفسه. يعني لو طاعنا هذا كان خذنا هذه المنطقة بعد. ريليشن سالب 5 المشكلة. فيلندور هبي، هذا اللي قوتهم 900 ما فاد. أيهي علينا، خلصت هدنتنا مع العرب. خلنا ننتهي من الزرق، بس انتظرني شويات، بس شويات انتظرني يا انكد. ما ادري هل اقدر اسوي شيء الحين معه. ما في الا دكلير وور. واللي بعده دينار كاسل، كم فيها؟ 187. يا هدية، تعال تعال، جالس ناظر هناك. دخلنا في الثلوج، اسمع نغمات الاستروجين. شوف الثلوج يا ساتر، ما يمديك تشوف شيء. دائما انسى احط المنجنيق والسواليف هذه، ان شاء الله المره ما اطيح منها. يا ساتر، يا اخي غلط غلط موضوع الدرج، والله غلط. شوف هذا اللي اخذناهم بسرعه قبل يجينا منجنيق. حامل الرأي وراي، يا زين الرأي هذي. أبغى أشوف المود أنا. يا سلام يا سلام على الجمعة الحلوة هذه، الله يديم جمعتكم. حاشو حاشو، سيف باسم مروة. حاشو حاشو، من هذا اللي يرميني يا وصخ؟ ايوه ابلع، جالس يحارش من هناك. هذي خوزيت انجينيرينج، ستيوارد برضو مهم، بس حاليا كقاده او جفرنر خله انجينير وليدرشيب. 90 واحد مات، والله حرام. يا سلام سلم. ايوه هذا ايش سوينا؟ ديسباند ارمي. هاتولي الكلب ده، وين بتروح؟ دنيا مسكرة، وين بتروح؟ وراك وراك والزمن طويل. شوف الرجال لاحقونه. جوترق بارتي، في حركة وسخة. سترينغث 100 مع ستايروس كاسل. اوه حلوة حلوة جدا. خلنا نقردنا قبل أن نطير راسه، نرسل له مرسول. المرسول بيوصله قبلنا، شوف الحركة كيف. لان لو جنودي وصلوا له ما فيها خلاص سجين. What exactly you saying؟ نقول يا رب. شوف اذا فشلت بقتلك. خلاص انتو شاهدين يا شباب، اعطيته فرصة، الحين اكلمه كسجين. سبحانه وغير الاحوال يا اخي، حتى دروعه راحت، شلوها منها رجال. يا سلام سلم. واللي بعده وركينالا كسل. الحين بروح باخذ الكسل حقي هذي، راح تيجي القريتين هذي مع الكسل هذا، والثنتين هذا مع الكسل هذا. المدن الكبيرة، اللقمة الكبيرة هذي بعدين. يا ليل ساوث امباير خلصت هذا معها. يا الربع ما شاء الله المحلات 277 اللي هذا التنري. يا الربع عينكم على الارقام هذي، 3400 و5000. شوفوا اللقية الجميلة، اللقية الرهيبة، 565 جندي و574. ريليشن شيب سالب 10 اوريدي مع جودن. ممكن اعطيه الفرصه الاخيره. وش رايك دراجون فاد هذا او نوت ليسن؟ اي من ارمي، والله انت من ارمي، ما انت داخل ارمي. وي ار ات وور، سرندر اور داي، يو هير مي. وفي الميدان يا حميدان، الله اكبر. اعطوه التشكيله على طول، 565 حنا وهم اكثر منا تقريبا ب 14. خلنا نشوف
50 خيال عندهم، احنا 8 احنا 84، فالمفروض ان ندمرهم على طول. الانفنتوري 331، احنا 200، فالمشاه عندهم اكثر. فهذه فرصة عظيمة نختم هذه الحلقة، حلقة المعارك، بمعركة رهيبة زي هذه وفي الثلوج بعد، وبعدها ناخذ الكسل هذا اللي كانت العين عليه، لكن انصدمت صراحة بالجيش هذا متواجد هنا. الحلو في الموضوع ان 344 شوية بعيدين منهم، فما يمديهم يشاركون في المعركة. والله يا هذه المعركة تحديد مصير، بس حنا قدها بإذن الله. يا إلهي في الرياح والعواصف، أله يا الخيالة أله، دنيا كلها أشجار. رماة الأسهم ما ودي أحركهم، هذا لفولومي مفروض أن يقدر أدمرهم الخيالة حقهم. كذا أحسه أفضل. الأرشرز يكونون وراء ولوز فورميشن، والأرشر نفس الشيء لوز فورميشن، والخط هذا كامل أرشرز، وراهم رماة الأسهم، قدامهم الدروع شيلد وول، والحلوين هذولا اقولهم فولو مي. السكين فورميشن، بنمشي من اليسار بهذا الاتجاه، شوفوا هذا السكين فورميشن، نقول بسم الله. 20 خيال هناك على اليمين، فودي اتخلص منهم. هذا هدفي، بندخل عليهم دخله، بس خوفي انهم يهجمون. ايوه موت يا رجل، قولهم فولو مي. أخر هناك انت. اوه شيلد وول، سوين دائرة، نجيب الانفنتري هنا، رمات الاسهم وراهم، والخيالة هناك. خلنا نحاول ندمر شوي من الشيلدات. اوه في الهورس ارشر هنا. راسه طاب. صراحة طاقاتي في هذا بطيء بسبب اني مش مطور البولارد. خلنا نعطيهم فوتمان تشارج، ادري وين اتاك هذه المرحلة الجميلة من حياتك. ما ينسحبون. الله أكبر على الانتصار العظيم، الله أكبر على الانتصار العظيم. كم قتلوا هذا؟ كم قتلوا؟ 7 و5. أعطيني إياهم، نخليهم الكرفان سكاوتينج ورايدينج وتريد. ما في فلي وراهم، حاولوا الهروب، ماتوا مننا خلنا نقول 100 بس. الحين خلنا نشوف 5000 حقهم مدري كم هذه. تعال يا قلبي تعال، تعال يا بريزنر، راح نحرره ونكلمه.
وهو ذليل ما يجون إلا وهم أذلة. عطنا الأسلحة كلها للحدادة وعطنا الأكل لأنه ما في أكل الجماعة جوعانين. اللي بعده على طول ولا نخلي المصابين؟ آه في 42 هنا والله هم مقبلين تدري. خلنا نشوف في تطويرات نطورهم، في مساجين نجندهم، نعوض الضحايا اللي عندنا. اشرد يخرب بيتهم، ما زالوا أقوى. توفر هذا اللي أسرناه من غيره، وروز هذا اللي عندهم كاسل قوم توفر، والثاني هو هالسفينة قوم أولك هذا له. ولكن المشكلة ما طاي يجي ومعهم ستلمنت فيه 600 مدافع بيوفرون علي والله. خلينا نكلمه مرة ثانية، نرسل المرسول روز نحرره. ما أقدر الحين أقول لها شو اسمه، بس أقول لها تقدر تمشي. I'm grateful. ما يمدينا نرسل لها رسالة، خلها شوي نرجع له. لا يدافعون عن الكسل، لا يكونون في موضع دفاع. والله حنا مصابين بس ناخذ التضحية. أوكي خلنا نقول له هذا I'm an army. متى بيخلص الأرمي؟ حنا في حرب. سلندر أرداي يا أخي فكنا. استخدم نفس التكتيك معه. هين بتشوفون رمات الأسهم النارية والرايات الجميلة. هو مقبلين من هناك. الله الأسهم النارية. سيوفهم ليه رجعوا وراء؟ أساس غدرة يعني ولا إيش؟ 16 واحد. نجلد عينه الحين. طاح هو حصانه. شوف كيف يدورون عليهم الهورس آرشرز. شارج رهيب. اغرف يا غراف اغرف. الله اكبر الله اكبر. ماتوا مننا 22 فدوة. تعال يا حبيب وانت تعال. ايش اسمه؟ الفار. دفعها 63 هنا. رايح في تيال. مسج وصل الى اوليك. مفروض يشوف الدنيا معفوسة يعني لو هو ذكي. لويالتي ايم هبي يقول لي مستانس. معطينا ايش؟ معطينا ولا معطينا شيء. عمره 58 مخرف. والله الشباب نصحوني في الكومنت اجيبك ولكن ما تستاهل. كاني شفت حمار هنا. اوه في شوية حشرات. ايوه هو ده اعلان الحرب من الساوث امباير في اوسخ الاوقات. هي لهدنا ب 3900 وله. اخ حرام يا، خلنا نركز، خلنا نكمل على القلعه الاخيره هذه. يا شباب ليه ما تطلع لي العلامات هذيك حق السلالم والمنجنيق؟ هذه سنتروب ما يبي لها. 54 يموتون والله يا حرام، كلهم ماتوا من جنيق اكيد زي ما صار الواحد الله يستر عليه. شو ميرسي، انا افضل ميرسي. وكذا يا شباب ريليشن شيب انكريست، انجاز عظيم بالنسبه لي اشوفه. يشهد الله ان الاسهم جت في وقتها النيران ومود التقطيع والسواليف هذه كلها. اتمنى انكم انتم مستمتعين مثل ما انا مستمتع يعني على الانجاز هذا اليوم. خضرنا المكان هذا كامل. هذه المشكله ما اعرف والله يعني متى بيحلونها. مجرد ما اوصل هنا يصير في كراش بالضبط. ممكن لو اعلنا عليهم الحرب، والله ما ادري. لو اعلنت عليهم الحرب المشكله ان جيشي ما يسوي سيج حتى لو اعطيته اجريسيف مثل ما شفتوا في نهايه الحلقه الماضيه، فهذه مشكله. حلو هذا ارتفع شويه، حلها دخلهم كويس. القلاع هذه والحلوين اللي جنتهم مثل ما تشوفون موجودين عندي الكلان. سنايبر خف علينا. البان عنده انجينيرنج 55 وهذا 47 وهذا 37. جان وهيميل والبان. هذه مثلا الريدي جفرنر اوف مكيب. اوكي هيميل روح يا هيميل. هذا البلاء كويس 51 32 51 وسالب بعد. طيب نعطيها منه البان قلنا بيضبط الاوضاع. هذا والليلتي مفروض انه بيتعدل. شوف بسبب الاونر كلتشر كان سالب 3 لكن بيجيهم البان الحين نفس الكلتشر فبيصير بلس 1. طبعا هذا اللي بياخذون القلاع وبيطورونها وكل شيء لكن مش ملك لهم، مجرد حاكم يعني يضبط الاوضاع ويزيد اللويالتي ويطور المباني ومن هالسوالف. لكن لو اهديتهم انا خايف انهم ينقلبون علي، فهذا الفرق بين انك تحط مجرد حاكم وانك تهديه
المدينة أو القلعة. أما بخصوص الساوث أكيد يبي لها معاهدة سلام، وخذوه برزنر فافن وكرييتد أرمي، يعني على طول بيجوني. الله المستعان. بس يا شباب اعطوني نصايحكم. شكرا للمنتسبين للقناة هنتر وعبد الرحمن وساموراي ويوتي ارتي فايف والمنتسب الجديد سكوات، شرفت ونورت والله، يعطيكم العافية جميعا الداعمين. لا تنسوني باللايك ونشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة اجمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعبنا من الحروب اليوم والله تعبنا.